عشان يحتووا الموقف بأقصى سرعة. أما الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري فعين في الجنة وعين في النار. امبارح يقول لك أنا عايز أقعد في الاتحاد السكندري وأكمل في السر، يكلم تامر النحاس يقول له خلص، هل الأهلي هيفعل العقد اللي أنا مضيته ولا الأهلي فعلا مش هيكمل معايا؟ ما خدش إجابة واضحة حتى الآن. الأهلي مستني يشوف موقف مسعد عوض حارس الإسماعيلي الصاعد وحارس مرمى منتخب الشباب وأحسن حارس في أفريقيا، بيشوف إذا الأهلي قدر إن هو يتعاقد معاه. بتصور إنه هيلغي تعاقده مع الهاني سليمان في حالة إنه ما قدرش يتعاقد مع مسعد عوض. بتصور إنه ممكن الهاني سليمان ينتقل الى النادي الاهلي. فانا عايز الهاني سليمان يعني يهدى كده، لان في النهايه هناك حقوق لنادي الاتحاد السكندري، لازم يعلن بشكل نهائي اذا كان هيكمل في الاتحاد ولا سيرحل من الاتحاد، عشان مفترض الاتحاد يبتدي يستعد للموسم الجديد. دي كانت اهم اخبارنا في سوبر نيوز. نطلع دلوقتي ونتابع اهم ما سياتي في حلقة.